مشاهدينا الكرام، للحديث عن فشل أمريكا بتنفيذ وعودها في العراق وكارثية قرار الاحتلال، في وقت وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل قانون تفويض استخدام القوة العسكرية، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فارس المهداوي. حياكم الله أستاذ فارس. بداية، مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعديل قانون تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، ماذا تعني هذه الموافقة بعد 20 عاماً على احتلال العراق؟ نعم، الحقيقة موضوع التفويض هذا كان موضوع مثار في عدة رئاسات أمريكية، يعني بدءا من انتهاء ولاية المجرم جورج دبليو بوش إلى أن وصل ترامب إلى الحكم، والكل الحقيقة كانوا بصدد أن يرفع هذا الموضوع، ترفع الصلاحيات الممنوحة إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاغون في استخدام القوة أينما يجدوها ضرورية في العراق. وبالتالي أصبح الموضوع الآن ربما مع تغير رئاسة مجلس النواب الأمريكي أصبح الأمر ملحا جدا، ذاك أن العراق وافق كحكومة عراقية وافقت على أن تكون مطيعة مستجيبة لكل الرغبات الأمريكية في أن تكون أرض العراق وسماؤه قاعدة رصينة للجانب الأمريكي، وهو ما وقعت عليه رئاسات الحكومات بدءا من المالكي وانتهاء بالسوداني. طيب دكتور فارس، يعني واشنطن بوست ونيويوركر كانت تقاريرهما معتمدة ومعتمدة من قبل الكونغرس الأمريكي خلال مباحثات تفويض الحرب والغزو على العراق. طيب الآن نفس هذه الصحف تعتبر أن الغزو كان غير قانوني وكارثي وغير مبرر، كيف تقرأ هذا التناقض في الصحف الأمريكية؟ هو ليس تناقضا، بل هي منظومة واحدة، منظومة الحشد والتهيئة لأي عمل شيطاني تشارك فيه وسائل الإعلام، بعض العناصر التي ربما تمتلك صفة رسمية في منظمات معينة، كما عمل رئيس منظمة الطاقة النووية الدولية وهو مصري الجنسية، المفروض كان ما يزور الحقائق عن العراق في جلسة مجلس الأمن الأخيرة قبل الغزو. أيضا هناك منصات ربما لمريدين ورافضين لبقاء العراق حرا مستقلا في قراراته، أيضا ساهموا في الترويج لأكاذيب كثيرة، وأيضا سرد شهادات أمام الكونغرس وأمام جهات أخرى عن أوضاع غير موجودة في العراق وعن ممارسات غير موجودة في العراق. لذلك هذه، يعني أنت عندما تريد أن تعرف ماذا سيحدث غدا في قضايا استراتيجية مهمة، فعليك أن تقرأ أو تتابع نيويورك تايمز وواشنطن بوست. إحنا كربما إعلاميين كنا نعلم تقريبا أن الغزو سيكون غدا أو بعد غد أو خلال أسبوع من خلال الواشنطن بوست ومن خلال حركة الصحفيين الموجودين في المركز الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام في العراق. شخصيات كثيرة الحقيقة ساهمت في الترويج الباطل للحرب على العراق، وهو ما يعني أكدته الأيام وأكدته السنون. وبالتالي يجب أن لا نستغرب أن تكون هذه الصحف عندما يكون هناك قرار صهيوني عالمي لغزو العراق، يجب أن تكون هي ضمن مظلة التهيئة لهذه الرتوش الموجبة للحرب على بلد آمن ومستقر وبعيد عن التهديد الدولي. دكتور فارس، في تحقيق لشبكة البي بي سي البريطانية اتضح أن الولايات المتحدة، وطبعا هذا الموضوع لا يحتاج إلى فقط تقرير البي بي سي، هو معلوم للجميع، لكن اتضح أن الولايات المتحدة كانت مصممة على غزو العراق حتى لو ثبت عدم وجود أسلحة دمار شامل. هل برأيك الموضوع كان بسبب رغبتها بالتخلص من رأس النظام السابق، أم أنها مقتضيات تغيير المنطقة بشكل عام؟ العراق كان يشكل عقدة كبيرة تجاه الكيان الصهيوني أولا، وبالتالي هذه الهواجس التي كانت تحيط بمنظومة الحاكمة في الكيان الصهيوني كان هاجسها الأول هو وجود دولة قوية متماسكة ذات أبعاد زراعية وصناعية وتكنولوجية وعلمية تمكنها من مواجهة الخطر الصهيوني،
وتمكنها من أن تكون لها قراراتها الوطنية الخالصة. لذلك وزير الدفاع الأمريكي في زمن جورج دبليو بوش الابن الحقيقة رامسفيلد بعد ساعة واحدة من حادثة استهداف أبراج التجارة العالمية في ما يسمى بأحداث 11 سبتمبر، بعد ساعة واحدة من وقوع الحادث واتهام أفغانستان واعتبارها آوية لتنظيم القاعدة وزعيمها، هناك تصريح له يقول إن علينا أن نذهب إلى هناك إلى صدام حسين لنقتل هذا الرئيس ونغير العالم من خلال هذه النقطة الجوهرية والحساسة في العالم. هناك رصد ومراقبة لتطور العراق، وخاصة بعد خروجه من الحرب العراقية الإيرانية ربما بقوة أكبر وقدرات أكبر وقدرة على التصنيع العسكري، وهذا ما حفز الإدارة الأمريكية التي كانت الحقيقة تمثل حتى على مستوى أمريكا طفرة غير منطقية وغير مقبولة شعبيا. طيب. أتي بها من أجل أن تنفذ هذه الأجندة ومن أجل أن يذبح الثور الأبيض في المنطقة فتنهار بقية دول المنطقة، وهذا ما شهدته. دكتور فارس، يعني الآن بعد أن جرى الغزو وحدثت كل هذه التبعات نتيجة الغزو، لماذا تركت الولايات المتحدة العراق رغم كل الموارد التي يمتلكها بهذه البساطة ليكون بيد إيران وحلفاء إيران؟ والآن يعني ظاهريا يمكن القول بأن هناك ربما صراع، ربما مشكلة، خلاف ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة ظاهريا، لكن السؤال هو لماذا تركته لإيران؟ يخطئ جدا من يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت العراق سواء لإيران أو غير إيران. الولايات المتحدة، وأنا كما ذكرت في بداية السؤال الأول من حضرتك، الولايات المتحدة الآن باتت مقتنعة بأن العراق هو أهم قواعدها في الشرق الأوسط، حتى أهم من قاعدة أنجليك وبالتحديد قواعد الخليج العربي. العراق الآن يعني بعد توقيعه على الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي أصبح تحت المظلة الأمريكية بشكل كامل، بل هو ربما يشكل ولاية من الولايات الأمريكية سواء من حيث الأمن القومي أو من حيث المكتسبات المستحصلة من هذا الاعتبار. هو أما موضوع إيران، فموضوع إيران الحقيقة أمريكا منذ بداية احتلالها للعراق هي على تنسيق كامل مع رموز وخطوط معينة بالجمهورية إيران الإسلامية، وهي التي منحتهم هذه الفرصة للتحرك، لأنها لا تعنيها الفتافيت وإنما ما يعنيها كان هو مسك العراق وإسقاط نظام الوطني واستهداف القيم وفك رموز وحدته وهويته الوطنية، وما حصل ويحصل باستمرار برعاية أمريكية. والتحرك الآن للسفيرة الأمريكية وغير السفيرة الأمريكية واضح على أن دور المندوب السامي يعود من جديد في العراق. شكرا جزيلا. المندوب السامي هنا أمريكي وليس بريطاني. دكتور فارس المهداوي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.